التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية لابد أن يكون وفق مبدئين. المبدأ الأول هو احترام سيادة العراق. نحن لن نقبل بأي جهة أو نتعاطى مع أي حكومة أو أي دولة لا تحترم سيادة البلد. فسيادة البلد هي معيارنا الحقيقي في موضوع العلاقات الخارجية. آن أوان معاقبة الفاسدين، آن أوان أن يكون هناك مواقف حقيقية لتبيان أو لاسترداد الحقوق. طبعاً واقعاً إحنا لسنا راديكاليين حتى ما يتبادر إلى ذهن الآخرين، لسنا راديكاليين بالمعنى التخريبي. نحن شخصنا مشكلة ووضعنا علوج لها، علاج لها، وساعين إلى استرداد هذه الحقوق بالطرق الدبلوماسية، بالطرق السياسية، وتحت مظلة الدستور. لدينا القدرة لتحقيق بنود هذا المشروع. لم نطرح مشروع خيالي بل هو مشروع واقعي. لدينا القدرة على تحقيقه بنفس الإرادة التي دافعنا بها عن حياض الوطن وطردنا بها كل من أراد السوء بهذا الشعب وبناسنا في وطننا العزيز. نحن لا نريد تكرار تجارب خائبة فاشلة فرطت بحقوق الناس وبحقوق المواطنين، ولا نساوم ولا نطمع في أي منصب. برأيي أن هذا المشروع طرح قبل فترة الانتخابات كي يكون استفتاء من قبل مواطن عراقي. الأمين العام